الله قامت قوات النظام اليوم صباحا باقتحام بلدة يبرود من عدة محاور مدعومة بقوات تابعة لحزب الله اللبنانية. أهم هذه المحاور التي تم اقتحام المدينة منها هو المحور الشرقي للمدينة من جهة أستراد دمشق حمص الدولي وبالقرب من اللواء 18. قامت قوات النظام بدخول عدة أحياء والسيطرة على عدة تلال مهمة واستراتيجية، وأيضا تحاول الآن فرض سيطرتها على باقي مناطق بلدة يبرود، وأيضا تحاول الانتشار وسط البلدة وعلى مركز المدينة وسط بلدة يبرود. أيضا هناك اشتباكات متقطعة بين قوات النظام وقوات حزب الله اللبناني وبين فصائل الجيش الحر في منطقة جنوبية لبلدة يبرود. تحاول قوات من الجيش الحر فرض سيطرتها على المنطقة الجنوبية لبلدة يبرود، لكن قوات النظام الآن تسعى جاهدة لاستعادة بلدة يبرود من أيدي الثوار، والتي لليوم 33 على التوالي تحاول فرض سيطرتها على هذه المدينة. لا نستطيع أن نقول أن قوات النظام سيطرت على بلدة يبرود بالكامل، ربما الساعات القريبة القادمة تكون هي ساعات الحسم بالنسبة لمن الغلبة في داخل بلدة يبرود ولمن السيطرة داخل بلدة يبرود. بالانتقال للغوطة الشرقية، ما زالت بلدات الغوطة الشرقية تعاني من القصف اليومي والممنهج على معظم بلدات الغوطة الشرقية. سقبة، حموريا، كفر بطمة، حزة كان لها النصيب الأكبر من هذه القذائف الصاروخية. كان هناك عدة ضحايا بين صفوف المدنيين منذ ساعات الصباح الأولى، وأيضا ما زالت الحالة الإنسانية مأساوية للغاية. يعاني أكثر من 1.5 مليون يعيشون داخل بلدات الغوطة الشرقية من هذا الحصار المطبق على كافة بلدات الغوطة الشرقية. بالانتقال المخيم اليرموك في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق، مخيم اليرموك هو الآخر ما زال يعاني بدوره من الحصار المطبق على كافة السكان والأهالي داخل مخيم اليرموك. لم تستطع أي من المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية حتى هذه اللحظات فك هذا الحصار المطبق على مخيم اليرموك أو إدخال بعض المنظمات الإنسانية والغذائية داخل مخيم اليرموك، على العكس تماما حينما كانت هناك مساعي مع بعض المنظمات لإدخال بعض هذه المساعدات. قامت قوات النظام بنشر ميليشيا تابعة لأحمد جبريل داخل مخيم اليرموك، ولم تستطع بالتالي المنظمات الإنسانية إدخال أي من هذه المساعدات لداخل مخيم اليرموك. بالانتقال للغوطة الغربية في ريف دمشق الغربي، وأخص بالذكر هنا بلدة دارية التي أيضا بدورها تعاني منذ الصباح الباكر بإلقاء البراميل المتفجرة فوق سماء المدينة، وكان هناك ضرر كبير بالممتلكات العامة، وكان هناك أيضا تدمير في البنى التحتية، وأيضا تحاول قوات النظام التسلل من المحور الشرقي للمدينة، ويقوم الجيش الحر بالتصدي في تلك المنطقة لقوات النظام ويقوم بتأمين كامل تلك المنطقة، وأيضا هناك قصف عنيف على تلك المنطقة من جبال الفرقة الرابعة، قذائف هاون أيضا وراجمات صواريخ. لكن الحقيقة قوات الجيش الحر ما زالت تسيطر سيطرة كاملة على معظم أجزاء من الغوطة الغربية وعلى بلدة دارية وعلى الأجزاء من محيط بلدة دارية.